تعزيز الخدمات الجوية بين المغرب وشيلي شكل محور مباحثات جمعت الأسبوع الماضي بسانتياغو بين وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد ووزيرة النقل والاتصالات الشيلية غلوريا هوت. هي مباحثات إذن توجت بالتوقيع على إعلان نوايا بهذا الخصوص بين الوزارتين، ويهم هذا الإعلان التفاوض حول اتفاق يتعلق بإنشاء واستغلال خدمات جوية بين المغرب وشيلي. وسيضع التفاوض المقرر الأسس التي ستمكن شركات الطيران بالبلدين من إجراء رحلات جوية تجارية نحو أراضي المغرب وشيلي. ويخدم هذا الاتفاق الهدف المشترك وإرادة تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وشيلي، ويرسي تعزيز تطوير الخدمات الجوية فضلا عن المساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي.